إذا بدك ابنك يرجع لك تدفع المبلغ اللي طلبناه منك ومعك بس مهلة لوش الصبح. وبحذرك بحذرك 100 مرة اوعك تتشاطر وتخبر الشرطة، لأنه نحن مراقبينك منيح وبنعرف كل تحركاتك. ربيع زارنا اليوم بس للأسف ما لقيت الوقت المناسب إني أطلبك منه. ليش زاركم ربيع؟ إجا وقعد مع أبي أساس بدي يساعده ليلاقوا الطريقة يحصلوا المصاري تبع المرحوم عمي. وتوصلتوا لحل؟ لسه، بس حبيبي لا يخطر لك ولا 1% إنه هذا الشيء أثر على موضوع ارتباطي أنا وياكي. أنا رح أطلبك من أهلك بأسرع وقت. كل شيء بوقته حلو. بحبك يا بنت. وأنا بحبك. تصبح على خير. أنت بألف خير يا عمري. إذا بدك ابنك يرجع لك تدفع المبلغ اللي طلبناه منك ومعك بس مهلة لوش الصبح. وبحذرك بحذرك 100 مرة اوعك تتشاطر وتخبر الشرطة، لأنه نحن مراقبينك منيح وبنعرف كل تحركاتك. نفسه من لما سمعتني تسجيلات الكاميرا وسمعتني أصواته شكيت إنه اللي سرقوك هن اللي خطفوا ابني. بعدين كان في واحد معهم كان عم يغير صوته لما عم يحكي معي، هذا التقيت فيه لما عطيتهم المصاري واسترجعت ابني، بس ما قلت لك لأتأكد. معقول اللي خطفوا ابنك هن نفسهم اللي سرقوني؟ معقول كتير، خاصة إنه أجسام البنات اللي سرقوك بيشبهوا أجسام البنات اللي خطفوا ابني. كيف لازم نتأكد؟ شو رأيك نخبر الشرطة؟ الله يا جمال مالي عارفين شو بدي أقول لك، يعني أنا إيدي ورجلي مترابطين وحاسس العصابة حاطتنا برأسها وخايف تكون تحريات الشرطة فتيلتها طويلة. معك حق. شو شايف؟ بدي يا جمال منك تتذكر كل تفصيل صار معك يوم حادثة خطف ابنك. وأنا من ناحيتي ما راح أهمل أي تفصيل صار معي يوم حادث سرقة المحل. نقعد مع بعض ونفرد كل شيء توصلنا له ونحلل على مهل. أوكي ماشي. بدفع عمري لا أعرف مين اللي سرقني.